برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقام مسابقة المهارات العالمية في دورتها 44، وذلك بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث يشارك طلبة مملكة البحرين في 6 مهارات. وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم. ولدى حضوره للحفل أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مشاركة البحرين في هذه المسابقة العالمية تأتي ضمن الجهود لتطوير التعليم الفني والمهني والتعاون مع منظمة اليونسكو في مجال تطوير المناهج المتصلة بهذا القطاع التعليمي، إضافة إلى إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية ومركز التميز للتعليم الفني والمهني على أرض المملكة، إلى جانب الجهود التطويرية على صعيد التعليم العالي، لا سيما إنشاء كلية البحرين التقنية البوليتكنيك. وأضاف الوزير أن المملكة حرصت بدورها على تنفيذ مسابقة وطنية للمهارات بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية والخاصة، ونجحت في نسختها الأخيرة في استقطاب 220 متسابقا في 17 مهارة فنية ومهنية متنوعة. إن مشاركة وزارة التربية والتعليم في هذه الفعالية العالمية التي تكتسب أهمية من عدد المشاركين فيها، وأيضا النتائج التي تعود بالخير على من يشارك فيها في إطار تطوير مهاراتهم وقدراتهم. نحن في مملكة البحرين ومن خلال وزارة التربية والتعليم ننظر إلى مثل هذه الفعاليات أنها فرصة طيبة نستطيع من خلالها إتاحة الفرصة للطلبة سواء على مستوى التعليم المدارس الحكومية والخاصة وعلى مستوى التعليم العالي للمشاركة، وبالتالي اكتساب مهارات جديدة. ولله الحمد هذا كله يأتي في إطار الاهتمام بالتعليم الفني والمهني. اليوم احنا عندنا اعداد كبيره من طلاب المرحله الاعداديه، اكثر من 36% يتوجهون الى التعليم الفني والمهني. هذا يعني ان هناك خطوات كبيره اتخذت الوزاره وسوف تتخذها ايضا بعون الله وتوفيقه للتطور في هذا الجانب. واهم خطوه الان مقبله عليها وزاره التربيه والتعليم من خلال نقل برامج ذات طابع فني الى المدارس الحكوميه المختلفه، وبالتالي نطلع من اطار فقط المدارس الصناعيه الى التوسع الى باقي المدارس، وهذا يعطي اشاره مهمه جدا في بناء القدرات التي نامل ان شاء الله تعالى ان تسهم في الارتقاء بمسيرة التنمية في مملكة البحرين، وذلك بفضل الدعم الذي نجده كوزارة التربية والتعليم من قيادتنا يحفظها الله ويرعاها، التي تعني الكثير لنا توجيهاتها، لأنها تركز دائما على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، فهو يعني ثروة أساسية لمملكة البحرين، وعلى هذا الخط إن شاء الله نسير بكل ثقة. طبعا شرف كبير لنا أن البحرين مشاركة معنا في هذه البطولة، ولله الحمد فريق متميز إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق والفوز إن شاء الله بأحد الميداليات، سواء كان من الإمارات أو من البحرين، فالفوز واحد إن شاء الله. طبعا أثر هذه البطولة على التعليم وتطوير التعليم أثر كبير إن شاء الله بيكون. سابقة فيها 51 مهارة، وفي مهارة ديمو يعني 52 مهارة فعلية. أن الدول المشاركة 59 فريق مشارك من دول العالم، والدول الأعضاء في المنظمة العالمية هم 78 دولة. الحمد لله مملكة البحرين مشاركين لأول مرة هذه، ونحن نهنيهم صراحة، وجدا فرحانين وفخورين بمشاركة مملكة البحرين.